عملة سوريا الصعبة أو ذهبها الأبيض، ألقاب كثيرة استحقتها الثروة القطنية قبل الحرب لأسباب عدة، من أهمها تصدر المحصول سلة الصادرات، وكذلك دوره الهام أيضا في رفض الصناعات النسيجية بمدخلات الإنتاج. مع اشتداد الحرب دخل هذا المنتج نفقا مظلما، وتعثر بعدة مطبات أثرت سلبا في دوره الاقتصادي، أهمها كان وقوع المساحات المزروعة به في مناطق ساخنة. تم استلام 250 طنا من مادة القطن حتى الآن، والكمية المقدرة لهذا الموسم في الريف المحرر محافظة الرقة 1200 طن، وما زالت عمليات الاستلام مستمرة. موسم صعب واجهه المزارعون في ريف الرقة المحرر انعكس في انخفاض الإنتاجية رغم رفع سعر الاستلام مؤخرا إلى 2500. قاعد ينطونا للدولم الزراعي 4 ارتال مازوت، يعني 15 دولم يطلع لهم 60 لتر مازوت وما يكفن، واروح اشتري اني من جابي 60 لتر تاسقيهن، وميت ابار، ميت الابار اكثر من 6-7 ايام ما تقاوم للارض. القطن وضعه بده سماد، بالنسبه للاسمده يعني الاسمده ما توفرت السنه خالص، والميه كمان، يعني وميه البرادات احنا مسويين بيار، البيار كمان ميه راحت، يعني ما ظل مي ولا شيء. السنه الموسم ضعيف بسبب قله سماد وقله مي، والحمد لله انا عندي 3 دوانم انتجن 150 والمفروض ينتجن 400. لا نزرع، احنا نزرع من ميه البرادات، ميه البرادات مالحه، ما التعم تصلنا ميه حلوه خالص. الموسم مو هو كما يجب، وضعه متوسط، المي مالحه، ميه البرادات مالحه، واسمده قليله جدا غير، والحر والدوده، يعني انتاج حوالي 150 كيلو ولا دونم. نجح القطن سابقا في حجز مكانه مع الكبار ووصف بالسلعه الاستراتيجيه، لكن تراكم المعوقات حول البلاد من منتج إلى مستورد له، ما جعله يلحق ركب غيره في التعثر رغم الأولوية التي تمنح له من حيث الدعم والمتابعة.